علم النفس حدد 9 صفات للأنثى اللي حرفيا لازم تكون جميلة. لو انت امتلكت 5 صفات بس منهم انت جميلة، لأن صعب جدا ان في أنثى تمتلك ال9 صفات دول مهما كانت. يلا بينا. اهلا بأجمل عيلة في الدنيا. هنتكلم كده، كل أنثى تكتب لنا وتكون صادقة معانا كده، لقت من الصفات ال9 دول كام صفة فيها؟ اكتبوا لنا في التعليقات، انا بقرا كل التعليقات بتاعتكم وكمان بتعرف عليكم من خلالها. وتابعوني كمان على الانستجرام عشان حلقات اللايف في حلقات مهمة جدا، وعلى الفيسبوك، والروابط دي متثبتة في اول تعليق ووصف الفيديو. ويا ريت تدوسوا لايك عشان الحلقة دي كتير من اصدقائنا كان عايز ان هو يسمعها، اللايك يوصلها له. اول حاجة معانا الغموض. طب تعرفي انت غامضة ولا لا؟ الناس القريبة ليكي بتقولك انت غامضة ولا لا؟ ده لو انت ما تعرفيش يعني تقيمي نفسك في النقطة دي، يعني ما انتش كتاب مفتوح. تاني حاجة خفة الظل. لو انت انثى مرحة دمها خفيف، تعرفيها منين؟ اكيد برضو من الناس اللي بيتعاملوا معاكي. خفيف الظل والغامض الناس بتقوله لوحدها، تلاقي واحد بيقولك انت تقيلة كده كتاب مفتوح، وتلاقي حد دايما يقول الانثى بالذات انت دم خفيف. الصفة الثالثة الطموح، ودي مش محتاجة ان حد يقولها لك، مع نفسك تعرفي كده تقيمي هل انت شخصية طموحة ولا لا، وعايشة كده وخلاص واللي يجيبه ربنا حلو، ما انت شاغلة بالك ولا حابة ان انت تطوري نفسك ولا توصلي لمكانة اعلى من اللي انت فيها. 4 الرقة. انت انثى رقيقة ولا لا؟ دي تعرفيها ازاي؟ لو انت حنينة، شوفي نفسك انت حنينة ولا مش حنينة ولا عادية. لو انت حنينة قوي اذا انت اصبحت انثى رقيق. 5 لو الابتسامة بتاعتك اكبر او اكتر من الضحكة بتاعتك، يعني في حياتك انت بتبتسمي اكتر ما بتضحكي بصوت عالي. 6 الاستقلالية، يعني عدم التقليد. هل انت بتقلدي حد وحياتك مبنية على التقليد ولا انت انثى مش من النوع ده؟ 7 عدم المديح في نفسك. هل انت من الناس اللي دايما تمدح في نفسها بداعي وبدون داعي؟ يعني مفيش مناسبة وتحب تتكلمي عن نفسك وتقولي انا كذا وكذا وكذا، ولا تحب الناس هما اللي يتكلموا عنك؟ لحظة دي وشوفيها في نفسك. 8 هل انت عندك ثقافة الاعتذار، متسامحة كده مع نفسك وعقلانية؟ يعني لما بتغلطي وتتأكدي، خلي بالك ان انت اخطأتي وعملتي حاجة غلط في حق حد، هل بتعتذري ولا بتكبري وبتقولي العيب فيك، انا ما غلطتش او انا مش هعتذر؟ هل فعلا انت انثى من النوعية دي؟ لما بتغلط وبتتأكد ان هي اخطأت بتعتذر بكل ثقة كده وبكل شجاعة، ولا بتهرب من المواجهة أو بتهرب من الاعتذار؟ 9 النظافة الشخصية. بصراحة ودي تعرفيها طبعا، هل انت من الإناس اللي بتهتم بنظافتها الشخصية؟ الضوافر بقى والسنان والرموش وإلخ بقى إلخ، كلنا عارفين يعني ايه نظافة شخصية. أي أنثى دلوقتي ال9 علامات دول تقدر، لو في 5 بس، لأن صعب جدا جدا يعني إن أنثى يكون فيها ال9 دول. في ممكن يكون في 6، ممكن يكون في 7، إنما ال9 صعب قوي. ولو حد أو أنثى يعني شايفة إن فيها ال9 دي بس تكون صادقة معانا، تكتب لنا كده في التعليقات. يا ريت نتشارك في الحلقة دي ونتفاعل مع بعض، وكل أنثى كده مع نفسها دقيقة كده هتعرف، مش محتاجة ان هي ما تعرفش تقيم نفسها. تدي لنفسك كام من 9، بلاش كام من 10 كده، واكتب لنا في التعليقات، انا بقرا كل التعليقات وبتعرف كمان عليكم من خلالها وبكون سعيد بحاجة زي كده. وروحوا المنتدى عشان تشوفوا حلقة بكرة ان شاء الله، وعندنا لايف بكرة على صفحتنا على الفيسبوك، برضو هنزل لكم الرابط بتاعها على الفيسبوك، وهسيبه لكم في وصف الفيديو اول تعليق. يا ريت تشتركوا، احنا يا جماعة اللي بيتابعنا على اليوتيوب، احنا مش بنعمل حلقات بس على اليوتيوب، احنا بنعمل حلقات كمان على الانستجرام وعلى الفيسبوك، كل دي يعتبر سلسلة مكملة لبعضها. فبدعوكم ان انتوا
تشتركوا فيها. وبشكركم جدا على تفاعلكم الدائم وكلامكم الجميل وتواصلكم، وفعلا بنحس ان احنا يعني عيلة واحدة في ألفة. انا سعيد بوجودها في العيلة دي واتمنى الاستمرارية يعني. ويعني برضو هقول لكم كل سنة وانتم طيبين. عيد الأضحى يعني كان من يومين، ان شاء الله كده كل عيد نكون مع بعض ونوصل ان شاء الله لأمانينا. اللي عايز شغلانة معينة، اللي عايز ربح مادي معين، اللي عايز ان هو يرتبط، او اللي عايز ان هي تنال حبيب معين، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، احلم، اوعى توقف سقف طموحاتك او احلامك. الحلم بكرة هيبقى حقيقة. اي شخصية ما بتحلمش شخصية ما بتوصلش، والملتفت لا يصل. انت هتمشي في طريق، ما دام اخترت الطريق ده كمل، هتبص يمين وشمال ورا مش هتوصل. دايما نصيحة يعني جميلة لأي حد خدها قاعدة، الملتفت لا يصل. معلش يعني دخلنا كده في شوية نصايح وتوعية، الكلام بيجيب بعض. بحبكم جدا، هتوحشوني، تصبحوا على خير.